نتعرف على أقوى 3 أساطيل جوية في إفريقيا. أصدر موقع Global Firepower وهو مختص في المعلومات والإحصائيات العسكرية تصنيف لقوى الأساطيل الجوية لعام 2023، ويمكن عبر هذا التصنيف الذي تناول جيوش 145 بلداً التعرف على أقوى 3 أساطيل جوية في إفريقيا. وفي تصنيفه أخذ بعين الاعتبار الطائرات ذات الأجنحة الثابتة وطائرات الهليكوبتر، كذلك التابعة لجميع القوات سواء كانت جوية، برية أو بحرية. كما أخذ بعين الاعتبار المقاتلات متعددة المهام والصواريخ الاعتراضية وطائرات التدريب الأساسية والمتقدمة ووسائل النقل الثابتة الجناحين والمروحيات والمهاجمين على الأرض ومنصات المهام الخاصة. التصنيف تصدره كل من الولايات المتحدة الأمريكية ب 13,300 طائرة عسكرية، ثم روسيا ب 4,182 طائرة عسكرية، فالصين ب 3,166 طائرة عسكرية. أما في إفريقيا فأتت مصر في المرتبة الأولى على المستوى القاري وفي المرتبة الثامنة على المستوى العالمي حسب ذات التصنيف. مصر صنفها موقع Global Firepower ضمن أقوى 15 قوة عسكرية في العالم. فبحسب ما ورد في التصنيف، مصر تمتلك إجمالي طائرات عسكرية يقدر ب 1069 طائرة عسكرية، منها 245 مقاتلة و341 طائرة تدريب، كذلك 325 طائرة مروحية و92 طائرة مروحية مقاتلة. بعد مصر تأتي الجزائر في المرتبة الثانية قاريا وفي المرتبة 21 عالميا، وراء الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك 565 طائرة عسكرية، وقبل إيران التي تمتلك 541 طائرة عسكرية. الجزائر تمتلك حسب ما ذكره التصنيف 547 طائرة عسكرية، 45.7% منها طائرة هليكوبتر، فمن بين هذه الطائرات العسكرية 90 مقاتلة و87 طائرة تدريب، 237 مروحية و50 مروحية مقاتلة. أما في المرتبة الثالثة قاريا من حيث قوة أسطول الطائرات فتأتي أنغولا عالميا، تأتي في المرتبة 34 حسب ذات التصنيف، فتمتلك أنغولا مع أجماله 302 طائرة عسكرية، منها 71 مقاتلة، 61 طائرة تدريب، 117 طائرة مروحية و15 مروحية مقاتلة.